هل فعلا الشهيد قاسم سليماني التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحدث معه شخصيا حول دخول القوات الروسية إلى سوريا؟ صحيح. هو في نقاشات سابقة، بتعرف الموقف الروسي إلى ما قبل الدخول كان موقف سياسي، يعني بالأول موقف سياسي بدأ أنه مجلس الأمن بيحطوا فيتو، بيدافعوا بيحموا، بالموضوع اللوجستي كانوا يساعدوا، بالموضوع المعلوماتي كانوا يساعدوا، إلى ما دون الحضور المباشر. وعلى كل حال المعركة في سوريا كانت التحولات بلشت فيها تاني سنة، يعني هو الخط البياني نزول كان أول سنة، بس من السنة الثانية تقريبا بلش الخط البياني يطلع، تاني سنة ثالث سنة. لكن طبعا المعركة كانت ستطول منتصف 2013 كان ستطول أكثر بكثير مما كانت عليه، لذلك أهمية الدخول العسكري الروسي كان مؤثر جدا، هذا لا نستطيع أن ننكره. يعني فيومها كان في تردد عند الرئيس بوتين، وبتعرف كانت روسيا تقريبا محاصرة يعني بالمنطقة، ما عندها شيء، بالشرق الأوسط كله ما عندها شيء، وحتى بأوروبا الشرقية أخذوا منها دولها، وحتى بقيت بعض الدول التي كانت في جوار روسيا وفي ظلها، وفي بدأ الأمريكيون يقطفونها الواحدة تلو الأخرى. في كل الأحوال هما كان عنده قلق أنه هذا الخيار فيه مخاطرة، مغامرة خاسرة، أو خطوة يمكن أن يكتب لها النجاح. هون ما كان النقاش السياسي هو اللي بيخليه يقتنع، بده نقاش عسكري. فوقت أخونا الحاج قاسم، طبعا صار تنسيق بين إيران وروسيا، وذهب الحاج قاسم سليماني إلى موسكو والتقى بالرئيس بوتين، ولمدة ساعتين، يعني الوقت كمان مهم، وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين عسكريين وأمنيين وسياسيين. ووقت الحاج هو حكى لي، يعني نعم عم نحكي هون مباشر، يعني ما في سند عن فلان عن فلان، فبيقول على الطاولة أنا وضعت الخرائط، الواقع الحالي أين نحن، نحن يعني كل الجيش السوري وكل من معه من أصدقاء، أين الجماعات المسلحة، المناطق، ما هي فرص العمل، ما هي فرص النجاح. عمل له قراءة استراتيجية للوضع في سوريا والمحيط والفكرة المطروحة وما هي النتائج المتوقعة. طبعا عم يحكي كلام علمي موضوعي عسكري ميداني، وعلى الخريطة وعلى المساحة وعلى الأرقام والأعداد. في تلك الجلسة الرئيس بوتين قال للحاج أنا اقتنعت، وعلى ضوء تلك الجلسة اتخذ هذا القرار. هذا ما سمعته أنا من الأخ الحاج قاسم سليماني، وبعدين هذا معروف يعني. يعني نستطيع القول أن الدخول الروسي كان بمبادرة إيرانية بالتشاور مع دمشق أو بطلب سوري؟ وبطلب سوري، السوري كان يرغب في هذه المشاركة، ولكنه لم يطلب مباشرة. لم يطلب من الروس؟ نعم. ما عندي علم، لكن نعم. أنا بفترض أنه طلب، بفترض أنه طبيعي يكون طلب يعني. نعم. لأنه كان حقيقة، ولكن بوتين اقتنع في حاجة، كان في حاجة إلى المساعدة يا أستاذ غسان، في قيادة وفي نظام وفي بلد، في حرب كونية عليه يعني. لا شك نعم. فطبيعي أن يطلب من الروس. الروسي كان متردد في الدخول. النقاشات، أكيد النقاشات السورية، النقاشات الإيرانية، شوف أنا شوي علمي موضوعي، أنا ما بحب أعمل أساطير، لا يعني لا يصح أن نقول أن الحاج قاسم سليماني هو الذي أقنع بوتين في أن يأتي إلى سوريا. أنا بقول الحاج قاسم سليماني بقراءته الاستراتيجية واستدلاله ومنطقه القوي وشخصيته الكاريزمية استطاع أن يقدم إضافة نوعية كبيرة على كل الجهود السابقة التي أدت إلى اتخاذ روسيا قرار الدخول إلى سوريا، لأنه كان في جهود كثير انشغلت ونقاشات انعملت بالرئيس بوتين، هيك نقل أنه بقي متردد. الحاج استطاع أن يقنع، تعرف عنده قدرة عالية في الإقناع وعنده منطق، يعني مش أنه والله عم ياخذك بالخجل أو بالشعارات أو مشاكل، لا عم يحكي حكي علمي.
وبين أن هذا الدخول ما هي نتائجه الميدانية والعسكرية ونتائجه أيضا السياسية. وأعتقد اليوم أن روسيا، أن رئيس بوتين ومن في روسيا بعد دخولهم إلى سوريا والتحولات التي حصلت في المنطقة وفي العالم، الكل يعرف أن روسيا عادت إلى العالم من بوابة سوريا.